بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل، متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بقدمه لحضراتكم وبدق ناقوس الخطر برضو في ساعات الحظر. ظاهرة غريبة جدا بدأت تظهر، وهي الكلاب الضالة. طبعا الشوارع فاضية بشكل كبير، وبتبدأ الكلاب الضالة دي تخرج من الأماكن اللي هي موجودة فيها. طبعا ما كانش بتبقى ظاهرة، لكن بدأت تظهر بشكل كبير جدا في الوقت الحالي، طبعا لأن كثافة الناس اللي ماشية في الشارع قلت بشكل كبير جدا. فأنا بقول الكل يخلي باله، لأن ممكن حد يكون نازل يشتري دواء أو يجيب حاجة ضرورية أو في أي مشكلة عنده، ونزل لأي ظروف في وقت الحظر، فيخلي باله لأن الأمور بتكون مش كويسة. لأن زي ما احنا شايفين كده، أنا صورت الفيديو ده مباشر من قدام البيت عندي، والوضع خطير، لأن ممكن حد يكون ماشي الكلاب دي تعمل مشكلة لا قدر الله. حبيت بس أوضح الموضوع، وإن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع، وأتمنى للجميع دايما كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله شكرا وبركاته. على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.